اوكي تمام. انا برضو بعمل ستريمينج على اليوتيوب شانل بتاعتي، بحيث لو حد عنده سؤال يقدر يسأل، بحيث الناس كلها تستفيد قدر المستطاع. ابدأ دلوقتي ولا استنى؟ اتفضل دكتور. اتفضل. تمام. السلام عليكم جميعا. يا رب يكون الجميع بخير واحسن حال، ويكون الاهل بخير والناس كلها صحتها بخير في الظروف اللي احنا فيها دي، وان شاء الله يعني ربنا يرفع عنا جميعا قريب ان شاء الله. اوكي. ده ان شاء الله الكورس بتاع Construction Cost Estimating Analysis. يعني هحاول مثلا هيبقى الموضوع في حدود مثلا هحاول اختصر 10 محاضرات قدر استطاعتي، بس ممكن غالبا هطول شويه. وبرضه الموضوع فليكسيبل، يعني الكريكولم هيبقى على حسب الناس عايزه ايه اكتر، مش مجرد ان عندي كلام هقوله خلاص. هحاول على قد ما اقدر اختصر، بحيث الموضوع يبقى مثلا ساعه، لان الموضوع لايف، فعشان الاتنشن سبان بتاع الناس، يعني ان انا اقعد مثلا 3 ساعات كلام من ده هيبقى صعب، واللي هيتحول الموضوع ان الناس بعد كده تتفرج عليه بعد ما نخلص، فكده احنا فقدنا جزء بتاع اللايف، كده كاني بعمل ابلود لفيديو بعد كده. فحاول ان شاء الله يعني اكون مختصر قدر استطاعتي، بحيث الناس تقدر تبقى مركزه الساعه كلها. تمام، نبدا. تمام. اولا نبذه سريعه عن نفسي، انا مروان، انا خريج هندسه القاهره مدني، تعينت معيد في قسم كونستراكشن مانجمنت عندنا، قسم انشاءات ماده كونستراكشن مانجمنت يعني. عملت الماجستير بتاعي في جامعه القاهره، خلصته، وبعد كده سافرت امريكا اعمل الدكتوراه بتاعتي في يونيفرسيتي اوف الينوي اتربان شامبين. لو حد حابب يعني يعرف معلومات اكتر عن الجامعه او الرانكينج بتاعها، فهي يعني مشهوره على النت يعني. تمام. التخصصات بتاعتي، انا طبعا يعني من الحاجات اللي متخصص فيها قوي البام، ومش مجرد اللي هو البرامج اللي هو زي مثلا بستعمل ريفيت او مش عارف ايه الكلام ده، لا انا مور اكتر في الكونستراكشن داتا موديلنج نفسها بتاعت فده اللي هو ازاي بتعمل، ازاي بتشتغل بالبيم اصلا، مش مجرد اللي هو يعني بستعمل السوفت ويرز وخلاص. انا متخصص اكتر كمان في السيم او اللي هو البيم في الانفراستراكشر. سيم اللي هي يعني اللي اختصار لسيفل انفورميشن موديلنج، بدل البيلدنج شلنا سيفل. سيفل دي بترمز للانفراستراكشرز، وحاليا اظن المصطلح اللي هم توافقوا عليه اكتر هيبقى بيم فور انفراستراكشرز. انا برضو متخصص في الاكسيولوجي، يعني جزء من الشغل بتاعي فيها اشتغلت اوبتمايزيشن كتير، يعني دي اللي هي المين فيلدز، بجانب بقى طبعا السكيلز العاديه، يعني اشتغلت اوبتمايزيشن، ماشين ليرنينج، اكسيولوجي، كلام من ده، والحاجات بتاعت البلاننج كلها بقى المفروض، يعني هي مثلا زي ما نشرح مثلا دلوقتي اللي هو الكوست استيميتنج اناليسيز، ايكويبمنت مانجمنت، البلاننج وما شابه ذلك. فدي نبذه عني، يعني انا مين وايه الحاجات اللي انا يعني ممكن ابقى مفيد فيها. تمام. احب اشكر الجماعه الشباب بتوع بيم اريبيا، يعني كنت عاوز اعمل الكورس ده من فتره وكنت مكسل، هم يعني خلوني اعمله. وبرضه ديسكليمر من باب الامانه العلميه، انا ما يعني انا ماليش اي تواصل مع الناس بتوع النقابه، انا عارف ان الكورس ده يعني سبونسرد بيم اريبيا وبكولابريشن مع النقابه، بس انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع، يعني كل شغل كان من خلال بيم اريبيا وكل الكلام كان مع بيم اريبيا نفسها، فده برضه من باب الامانه مع الناس. تمام. كانت ناس طلبوا او سالوا يعني انت ليه مش عاملين الكورس بالعربي؟ والله احنا نتمنى يعني ان اللغة العربية تبقى هي اللي نستعملها بعد كده، بس حتى الآن مش هينفع. مش عشان حاجة، غير عشان لما أنا أشرح حاجة أو أنت تدور على حاجة هتلاقي كل الريفرنسز بالإنجليزي، هتلاقي كل أغلب، لو أنت بالذات لو أنت شغال في شركة انترناشونال كلام من ده، هتلاقي أغلب الدوكيومنتس اللي أنت بتقدمها أصلا في الشغل بالإنجليزي. فمحتاجين يكون معانا المصطلحات. ربما بعد يعني فترة ما يعني ربنا يكرم ونقدر نحل المشكلة دي، بس إلى الآن يعني محتاجين نتعلم الكلام باللغة الإنجليزية. بالنسبة للأسئلة، يعني انا بالنسبه لي انا افضل بعد ما اخلص فكره اللي عاوز اسال فيها يسال، بس انا هسيب الكلام ده للمودريتورز، مش مهندس عمر او باشمهندس محمد، هو ايفر يعني هيبقى قاعد معانا، هم يديروا الموضوع بالشكل يناسبهم اكتر، انا ما عنديش مشكله. ديسكليمر اخير يا جماعه، يعني انا لا اجرؤ ان اقول ان ده كورس، عشان اقول ده كورس كامل لازم يكون فيه الجزء بتاع البراكتس والاسسمنت. براكتس يعني انت محتاج مثلا انت تعمل اساينمنتس معايا، تحتاج تعمل بروجكتس معايا، الكلام ده. فجزء الشرح انا يعني هحاول اوفيه قدر استطاعتي معاك ان شاء الله. يتبقى الجزء بتاع البراكتس، ان انت مثلا تمشي ايدك في حاجات كتير وتجرب وتعمل بروجيكتس وكلام من ده، والجزء بتاع الاسسمنت، ان انا في النهايه اقدر اقول ان الراجل ده فعلا يعني هضم الفكره دي، يعني مش موجوده
في الفريم ورك بتاعنا دلوقتي. فدي يعني انا ما اجرؤش ان انا اسميها كورس، اقدر بس اسميها يعني مجموعه محاضرات، دي برضه بالامانه عندي. تمام، فنبدا بانترودكشن عن اللي احنا بنعمله في الكورس ده. طيب مبدئيا احنا بنقول ان الكورس اسمه كونستراكشن كوست استيميتنج اناليسيس. فكلمه كونستراكشن يعني كل كلمه من دول ليها معنى. فبنتكلم على كونستراكشن غير مثلا بنتكلم على الاسيت مانجمنت، يعني عامه في المانجمنت كلها بتاعه اللايف سبان كلها او اللايف تايم بتاعه المبنى، انت بيبقى عندك جزئين، جزء الكونستراكشن وجزء الاسيت مانجمنت. والاسيت مانجمنت ده يعني ده جزء من المانجمنت بتاعنا، مش يعني تخصص مختلف او غريب. فانت من اول الرو ماتيريال اكستراكشن لحد ما تبني المبنى وتعمله، بعد كده بعد ما عمره الافتراضي يخلص تعمله ديمولشنج، وبعد كده تتخلص من الفضلات والويست بتاعتك في اللاندفيل، كل ده من اللايف سايكل بتاعت المبنى كامله. هتحس بالكلام ده طبعا قوي لو انت بالذات شغال في الانفيرومنتال اسسمنت، هتحس بالكلام ده جدا. بس فور ناو خلينا في الحته بتاعتنا. فمحتاجين بس ندفرنشيت او نفرق ما بين الكونستراكشن مانجمنت والاسيت مانجمنت. الكونستراكشن انت دايما بتركز في الجزء ده في اللايف سايكل بتاعت المبنى، اللي هو الجزء البناء بتاعه بنيته في امتى وقد ايه، وساعات بيخش معاك جزء من الترانسبورتيشن بتاعت الماتيريال مثلا من من المورد ليك، جزء بتاع التشوين كلام من ده. فساعات بتخش يعني ناحيه الاكستراكشن شويه، بالذات مثلا لو في انتجريشن، مثلا لو مثلا بنتكلم مثلا على اعمال حفر ورد، وانت المحاجر مثلا بتاعت الزلط او الرمل او واتيفر تبعك انت، فساعتها انت بتلاقي في جزء دخل منك اللي هو جزء الترانسبورتيشن مثلا، هيبقى عندك بدل المانيفاكتشرنج يبقى عندك اللي هي المناخل او الغربله بتاعت السويل، فممكن تلاقي نفسك داخل ناحيه بدايات البروسيس قوي. بس لحد النقطه دي بتقف، بعد كده يبدا الجزء بتاع الاسيت مانجمنت. اسيت مانجمنت برضه عشان الناس تبقى متخيله يعني ايه، ان هو انت بتعمل برضه يعني انت بتعمل بلاننج ومانجمنت بس في اداره المبنى. يعني مثلا لو اتكلم مثلا على مثلا كوبري، فانت مثلا هيبقى عندك مثلا كل 3 4 سنين مثلا محتاج تعمل شويه مينتيننس، او كل سنه بتعمل مينتيننس مثلا بتعالج مثلا الكراكس اللي في الاسفلت. فبتبقى عندك مينتيننس مثلا، بعد كده مثلا بعد 10 سنين تلاقي نفسك محتاج تعمل ريهابليتيشن، مش مجرد مينتيننس، ان هي تعمل يعني زي عمره. طبعا العمره دي بتختلف على حسب الاستراكشر بنتكلم عليه وحسب العمر الافتراضي بتاع الاستراكشر نفسه. فبتعمل مثلا موديلنج، تعمل حاجه اسمها ديتيريشن موديلنج. ديتيريشن اللي هو التدهور، يعني المفروض يعني بعد ما تعمل الكونستراكشن دي اللي هي 100% في الكواليتي بتاعت المبنى بتاعي او الاستراكشر بتاعي، بعد كده بعد كل سنه بتعدي بيحصل اللي هو الاستعمال بتاعه والكلام ده، بتبدا الكواليتي بتاعته تقل. بيبدا مثلا لو انت بتتكلم على اسفلت مثلا بتاع الطريق، بيبدا مثلا يحصل عليه كراكس، تبدا مثلا حاجات تبوظ بسبب النحر والمطر والكلام ده. بس فانت بتعمل موديلنج للديتيريشن بتاعته، بعد كده بتعمل بادجيتنج مثلا للمينتنس والريهابليتيشن. فدي ليها حاجات كتير، ده مجرد بس يعني انا بفهمك التايم لاين والتايم سبان شغال ازاي. بعد كده فاحنا كده ده كده احنا فكينا اول كلمه في اسم الكورس اللي هو الكونستراكشن. يتبقى الكورس استيميتنج كوست اناليسيس. الكوست استيميتنج هي من مترجمه الحرفيه بتاعتها، انت يعني انت بتعمل استيميشن للكوست قد ايه، فانت بتتنبأ الكوست دي هتبقى قد ايه او بتقيم الكوست قد ايه. جزء اساسي منها ان ده مش علم صلب، مش اكزاكت ساينس. يعني احنا في النهايه عشان بتقدر القيمه قد ايه بيبقى اكتر مبني على الاستعمال الاكثر شيوعا بين الناس، السوق ماشي ازاي. فهي مش يعني مش مثلا مجموعه من المعادلات هتاخدها وهتطبقها في اي حاجه، لا بتحتاج تشوف الانفايرمنت اللي شغال فيها، الماركت اللي انت شغال فيها، السوفت ويرز او الداتا الافيلبل اصلا ليك ايه، شكلها ايه، كلام من ده. فكل ده بيأثر معاك، فهي نوت اكزاكت، مش هتطلع لك حاجات بالظبط. وفي نفس الوقت محتاج ان انت يكون عندك داتابيس، محتاج مثلا يكون عندك كوست ريكوردز، عندك داتا. يعني انت مثلا مش هينفع تقيم سعر البند من غير ما انت تكون عارف تكلفه العماله قد ايه، تكلفه توريد الماتيريال قد ايه. فهي بتريكواير ان انت يكون عندك داتا ريكوردز موجوده من الابلكيشن تقدر تستعملها. ده بالنسبه للكوست استيميشن. بعد كده الجزء بتاع الاناليسز دي بقى مور اكزاكت، ان هو بقى في النهايه انت بتدخل معاك بقى جزء من الفاينانس، ممكن جزء من البيزنس، بس هي اغلبها تبقى فاينانشال تولز. ان هو في النهايه انت بتشوف بقى ازاي هدير البادجت دي، ازاي هقلل العجز بتاعي كم قوي لو انت مقاول، هتفوق ده جزء مثلا نتكلم عليه في الكوست اوفر درافت والحاجات دي. فده بس يعني الفرق بين الكوست استيميتنج والكوست اناليسز. تمام. لو هنتكلم على الكوست استيميتنج، فهو انت بتمشي بالتايم لاين بتاع المشروع من اول ما المشروع مجرد فكره، اللي فبتبدا تعمل لها فيزابيلتي اناليسيس،
لمجرد بس بفكر هل المشروع ده يستحق ان احنا نبدا ندرس فيه ونشتغل فيه ولا لا. فبتعمل حاجه زي الرف استيميتنج، بتعمل كده يعني حاجه سريعه. انت مثلا تخيل انك تعمل مبنى مثلا، فانت مثلا عارف المبنى ده مثلا تكلفته مثلا هتبقى مثلا ما بين رينج مثلا 15 ل 20 مليون، وانت عارف البادجت بتاعتك 10 مثلا، ف 10 مليون بس. فساعتها هتقول لا خلاص انا مش هقدر اعمل المبنى ده. فده انت جبت ال 15 او ال 20 دول منين؟ الرينج ده جبته منين؟ ده جزء من الرف استيميتنج، انت ازاي تعمل استيميت سريع بيزد على الداتا قليله. بعد كده لو انت والله الفيزابيلتي بتاعتك بتقول اه المشروع ده ممكن يبقى كويس ومربح، تبدا تعمل كونسبشوال ديزاين، وبيزد على الكونسبشوال ديزاين برضه ممكن تعمل استيميت ما زال رف، بس طبعا الكواليتي بتاعته بتبقى اعلى شويه والاكيوريسي اعلى شويه. بعد كده لما كل حاجه تكمل عندك بتبقى تبدا تشتغل على الديتيل ديزاين، ومنه بتعرف تعمل استيميتنج احسن لحد ما توصل انك تخلص الديتيل ديزاين. ساعتها بتبدا تعمل الاستيميت بتاع البيد او بتاع العطاء، اللي هو الاستيميت اللي انت هتقدمه للمالك، ده والله الاستيميت بتاعي وده اللي انت هتتحاسب عليه فعليا فلوس. فده الجزء بتاع البيد استيميت. وبعد كده اثناء فتره الكونستراكشن بتعمل بقى اللي هي البروسيس استيميت، اللي هو فعليا اللي حصل قد ايه. فانت فده فكل دول كل مرحله من دول بيبقى ليها الاستيميت بتاعها. فانت طبعا مع الوقت كل ما تتقدم في المراحل دي كل ما الاكيورسي بتاعتك او دقه الاستيميت نفسه تبقى عاليه، وهقول قدام ازاي. فده مثلا بما ان اغلب الناس مثلا لو هتشتغل بتشتغل مثلا على مشاريع مثلا في دول عربيه مختلفه، بتبقى مثلا مشاريع انترناشونال كلام من ده. فخلينا نتكلم على الستاندردز. فمثلا فده اللي هو بتاع ده الستاندرد بتاع اللي هو الاي اي سي اي اي اللي هو الاسوسيشن فور ادفانسمنت اوف كوست اند انجينيرنج انترناشونال. فده كان من اللي هو الكوست استيميت كلاسيفيكيشن سيستم بتاعهم، اللي هو لو حد انا هحط الريفرنسز كلها ولحد كل حاجه ليها الريفرنس بتاعتها في الاخر خالص، لو حد حابب يعني يبص على الدرافت بتاعهم كامل. اللي عاوز يعني اخده منهم في الحته دي ان هم كانوا بيتكلموا ان هم حاطين 5 كلاسز للاسنت. فاول حاجه كلاس 5 الماتيوريتي ليفل من 0 ل 2%. البروجكت ماتيوريتي ليفل هي يعني البروجكت اللي انت عملت فيه شغل قد ايه، يعني بدات تعمل في الديزاين قد ايه. فزيرو اللي هو مثلا 0% اللي هو انت بتتكلم انت يو didnt do anything، ما عملتش اي حاجه لسه للبروجكت نفسه، انت مجرد بس جات لك فكره. فانا عاوز انا كل اللي في دماغي مثلا ان انا مثلا هعمل طريق او هعمل سد، ده اللي جه في دماغك بس بيزد على المعلومه دي بس ازاي ممكن تبدا تعمل استيميت. فكلاس 5 بيبقى ماتيوريتي ليفل من 0 ل 2%. دي بتستعملها عشان مجرد تعمل سكريننج، انت عندك مثلا معروض عليك 50 مشروع، فانت عاوز تعمل سكريننج ايه اللي من دول اصلا اقدر ابدا فيه او ابص ابدا افكر فيه وايه ما اقدرش. فبتعمل سكريننج او انك تبص تعمل تشيك على الفيزابيلتي بتاعتها. الميثودولوجي يعني هنتكلم في التفصيل قدام، بس يعني دي مثلا ممكن مثلا تستعمل حاجه مثلا زي البارامتريك موديلنج او الجادجمنت بتاعتك او انك تعمل انالوجي. بعد كده الاكيورسي ده طبعا اللي هم عاملينه كان بيزد على 80% كونفيدنس انترفال. فبيقول لك مثلا في ليفل 5 اللوست يعني ممكن يقل عن الرقم الحقيقي من 20 ل 50%، وممكن يزيد على الرقم الحقيقي من 30 ل 100%. فزي ما احنا شايفين يعني كل ما هتلاقي الماتيوريتي بتاعتك بتعلى، كل ما تعرف معلومات اكتر كل ما تبقى الاكريس بتاعتك اعلى بكتير في ان انت تعمل اسم بتاعك. كلاس فوق مثلا لو خدنا كلاس تاني مثلا كلاس 3، فده ساعتها يبقى عندك من 10 ل 40% من الداتا عن البروجكت اوريدي موجوده، سواء من الديزاين سواء من العقود بتاعت عقود التوريد. فانت عندك اوريدي قد ايه محتاج فلوس. فده مثلا بتستعملها مثلا بتبدا مثلا تعمل بادجيتنج او تبدا مثلا تطلع التصاريح او تبدا تعمل كنترول للبروجكت. فساعتها انت معدل الخطا بتاعك اقل من الحقيقي من 10 20%، ممكن اعلى من الحقيقي من 10 30% لحد ما توصل لكلاس 1 خالص. ده بقى خلاص انا بتعمل تشيك الاستيميت او بتقدم العطاء بتاعك او البيت بتاعك او التندر. فساعتها المفروض يكون الماتوريتي بتاعتك من 65 ل 100%. اوكي لو اتكلمنا على الكوست بشكل عام عشان يعني الناس تبقى فاهمه البروسيس ماشيه ازاي. فانت الكوست عندك او التوتال كوست ليها تو كومبوننتس، او ليها يعني بتتكون من حاجتين، جزء بنسميه الدايركت كوست او التكلفه المباشره، والاندايركت كوست التكلفه غير المباشره. التكلفه المباشره هي التكلفه اللي انت بتدفعها مقابل شيء ما على يعني دايركتلي بشكل مباشر. يعني التكلفه المباشره يعني انا مثلا انت مثلا جبت عامل فانت اديته سالري اديته مرتب، فده تكلفه مباشره، المرتب ده يعتبر تكلفه مباشره. فانت عندك الدايركت كوست او التكلفه المباشره تتكون من اربع حاجات. اول حاجه تكلفه المواد الخام او الماتيريال كوست،
الايكويبمنت المعدات اللي بتستعملها، العماله، واخيرا السب كونتراكتور او يعني المقاول اللي هو المقاول الباطن. لو في اكتيفيتي معين او حاجه معينه انت مش هتعملها هتجيب مقاول تاني يعملها. فدي الحاجات اللي انت بتدفعها تكاليف مباشره تدفعها على طول. بعد كده التكلفه غير مباشره او الاندايركت كوست بتتكون من حاجتين، يا اما جوب اوفر هيد يا اما اوفيس اوفر هيد. جوب اوفر هيد يعني هو التكلفه الغير مباشره الخاصه بالمشروع نفسه، زي مثلا الضرايب، زي مثلا لو هتدفع مثلا بوندز، زي مثلا تكلفه اداره الموقع وغفارته ومش عارف ايه والكلام ده. فده تكلفه غير مباشره خاصه بالجوب نفسه، خاصه بالموقع نفسه. بعد كده في جزء تاني من التكلفه غير مباشره اللي هو خاص بالاوفيس، خاص بالمكتب. انت في النهايه انت عندك مكتب وعندك فيه موظفين والمكتب ده ليه تكاليف، ففي الجزئيه دي انت بتحمل تكلفه الحاجات دي كلها على السعر. يعني هو في النهايه انت مش هتقول للمالك اديني اكس من الفلوس عشان خاطر ده ايجار المكتب بتاعي، لا، انت بتاخد اكس دي وبتوزعها على المشاريع بتاعتك، وبحيث ده في النهايه بتزود مثلا في السعر مثلا هامش مثلا 2%، ده الاوفيس اوفر هيد بتاعي على السعر. فالتكلفه المباشره زائد التكلفه غير المباشره ده يديك التكلفه الكليه. فده كده اللي انا دافعه في المشروع. يتبقى بعد كده انا هكسب ايه؟ فاللي انت دفعته توتال كوست بلس المكسب بتاعك، ده اللي هو السعر او ده البرايس اللي انت في النهايه بتقدمه للمالك كمقاول. انت كمقاول بتقول والله ده السعر في النهايه اللي اقدر اعمل بيه المشروع ده او الاكتيفيتي ده. برضو لو انت الاوفيس اوفر هيد والبروفيت دول بنسميهم برضو المارك اب. فده بالنسبه للتفصيله بتاعتها ازاي البرايس وتفاصيل البرايس ايه والكوست علاقته بايه. تمام، نتكلم. فدي كده كانت انترودكشن سريعه. نتكلم على الكورس ده هيبقى ماشي ازاي او الكورس ماب. فاحنا هنتكلم على الكوست استيميتنج اناليسيس. فزي ما قلنا هو جزئين، استيميتنج واناليسيس. بالنسبه للاستيميتنج هنتكلم على الاثنين، الراف استيميتنج اللي هو في المراحل الاولانيه وايه اللي ازاي ممكن نعمله بشكل كويس، وهنتكلم على الديتيلد استيميتنج او اللي هو الاستيميتنج التفصيلي. وفي الديتيلد هنناقش كل حاجه، الليبر كوست والايكويبمنت كوست والماتيريال كوست، والماتيريال هدي عليها كذا مثال، يعني ازاي مثلا بتحسب الايرث وورك وعمل الحفر والردم والكلام ده، الشغل الخرسانات بيتحسب ازاي وهكذا. الاناليسز هنتكلم على ريكاب شيت وازاي بتعملها وازاي بتاخد في اعتبارك مثلا حاجه مثلا زي البيمنتس بتاعت السب كونتراكتورز، وازاي تتعامل مع الكلوزز المختلفه في العقد بتاعك وازاي تقدر تشتغل عليها. هنتكلم على الكاش فلوز، سواء الكاش فلو الان فلو او الاوت فلو اللي هو الكاش فلو بتاع المقاول او الكاش فلو اللي بيروح للمالك. هنتكلم على الاوفر درافت، الكاش اوفر درافت، وازاي ان انت بتحاول تقلل الاوفر درافت كمقاول. هنتكلم على بتحسابات المكسب وازاي بتحسب الموضوع احصائيا او بطرق على خاطر ان هي تزود احتماليه ان انت تكسب العطاء. وهنتكلم بعد كده البيد ام بالانسنج او اللي هو ازاي ممكن تلعب في العطاء نفسه بحيث تقلل خسائرك او تكبر مكاسبك كمقاول. وفي النهايه طبعا يعني ده اللي هو التخيل المبدئي ليا، يعني كده ابقى غطيت كل حاجه. بس انا في النهايه الموضوع بالنسبه لي مفتوح، لو حد حابب يعني يطلب حاجه معينه او عنده تعديل معين انا ما عنديش ادنى مشكله. اوكي، نبدا بقى بالبيزكس، الاساسيات. يعني البيزكس دي محتاجين نغطيها بحيث ان احنا نبدا بعديها نتكلم على الكوست زي ما احنا عايزين. فالاساسيات بتاعتنا في نوعين من الكوست استيميت، يعني في نوعين او اثنين ممكن يعملوا الكوست استيميت. اول حاجه اللي هو الاركتكت او الانجينير اللي هو المعماري او المهندس. فدول بيعملوها عشان خاطر هم محتاجين يدرسوا البروجكت فاينانس، ازاي هنمول المشروع ده، وازاي هنعمل ايفالويشن البيد، وازاي هنقيم الالترناتيفز، او في السوق اكتر دي احنا بنسميها اللي هي بتاعه الاستشاري، عشان لو حد متلخبط مني. فدايما بيقول لك اللي هو احنا دايما في السوق يقول لك الاستشاري والمقاول، ما بيقولش اول يعني الاركتكت او الانجينير، بنعتبرها ان ده ممكن يكون تبع الاستشاري او تبع المقاول. بس هنا في الكاتيجوري دي المقصود بيها الانجينير او الانجينير والاركتكت، هي المقصود بيها اللي هي اكتر في السوق عندنا احنا اللي هي الاستشاري. فالاستشاري محتاج ان هو بيعمل استيميت نيابه عن المالك الاونر بتاع البروجكت، عشان خاطر يدرس ازاي هعمل فاينانسنج او ازاي همول المشروع ده، وعشان خاطر اقدر اعمل بيد ايفالويشن، اقيم العطاءات اللي هتجيلي، اعرف منين ان العطاء ده مثلا بيبالغ في السعر او ده مقلل في السعر، عشان مثلا بيحرق بند ما، اقدر افهم ازاي الكلام ده. وعشان خاطر اعمل ايفالويشن للالترناتيفز، لو انا عندي مثلا كذا ديزاين اقدر اقول ازاي والله الديزاين ده مور فيزبل او الديزاين ده احسن ليا ان اقدر اشتغل بيه.
بعد كده الكونتراكت استيميت، الكونتراكتورز اسف استيميت. فده لما انت كمقاول لو انت هتنفذ المشروع، في النهايه انت محتاج تعمل استيميت بتاعك عشان تقدر تقدم العطاء بتاعك. ده في النهايه اللي هو بعد كده الاونر هيحاسبك عليه، ده اللي هيديك عليه الفلوس. او عشان خاطر انت نفسك تعمل كوست كنترول اثناء التنفيذ بتاع المشروع، تتاكد ان انت ماشي كويس، الاسعار مظبوطه، اللي انت بتدفعه فعلا متوافق مع اللي انت هتاخده بعد كده من المالك. فده جزء تاني. تمام. بعد اذنكم ما حدش يعمل annotations. بس كده. تمام. لما نيجي نتكلم على الكوست استيميتنج، فهي بتبقى دايما 10 خطوات معروفه في الديتيل. فانت اول حاجه محتاج تعمل تعمل ريفيو للسكوب، السكوب بتاع المشروع بتاعي ايه، واشوف البارامترز بتاعتي ايه. يعني مثلا المكان بتاعه فين، ان حسب المكان انت بتبني مثلا في مكان قروي غير مكان مدني، هيفرق معاك في التكلفه. المكان نفسه التكلفه العماله المحليه فيه عاليه او قليله، فانت محتاج تعرف حاجات كتير، محتاج تعرف الوقت، تعرف المكان، يعني فاكتورز كتير وهنتكلم عليها بالتفصيل. بعد كده محتاج تعمل الكوانتيتي تيك اوف، او اللي هو حصر الكميات، عشان تعرف في النهايه انت بتسعر، هي سعر مضروب في الكميه، فانت محتاج تعرف الكميه قد ايه. بعد كده محتاج تعرف السبلايرز بيد، ان انت تجيب الاسعار من الموردين. انت عندك الكميات، محتاج تعرف هتكلفك كام الكميات، فانت محتاج تتواصل مع المورد. او لو انت عندك الداتا بيس بتاعتك اوريدي اللي هي بتقول لي والله انا فلان الفلاني المقاول مثلا بيتعامل معايا متر التسليح، متر اسف الخرسانه بكذا، تسليح كذا، شبكه خشب كذا، كلام من ده، فانا اوريدي عندي الداتا. بعد كده بتعمل ماتيريال برايسنج، اللي هو بتجيب الماتيريال كوست قد ايه بتاعتي. بعد كده بعمل الليبر برايسنج، فانا عندي الكميات اللي هي الكيو مقسوم على البرودكشن ريت بتاعي اللي هو اوريدي، ده برضو عندي في الداتا بيز. انت عارف والله ان انا مثلا الكرو بتاعي بيقدر مثلا يعمل تسليح كذا طن في اليوم لو مثلا كاميرات، ويقدر يعمل تسليح كذا طن في اليوم حديد لو بلاطات، بيعمل تسليح كذا طن في اليوم لو اعمده، وهكذا. مضروب في الار اللي هو الريت بتاعه اللي هو السعر بتاعه. نفس الكلام بالنسبه للاكويبمنت، فانا برضه عشان احسب تكلفه الاكويبمنت هشوف الكميه قد ايه، والاكويبمنت بتنتج قد ايه، واضربها في الريت. يعني مثلا انت عندي كميه حفر كذا، وانا عارف ان الاكسكافيتور بتاعي بيحفر كميه كذا في اليوم، بقسم دي على دي بحيث اعرف انا محتاجه كام يوم. انا هحتاجه مثلا 10 ايام، واضرب ال 10 ايام دول في الايجار بتاعه او التكلفه بتاعته ايا كان، فكده انا جبت تكلفه الاكويبمنت. بعد كده بجيب الاسعار من المقاولين بتوعي الباطن او السب كونتراكتورز، وبكده كده انا جبت كل التوتال كوست بتاعي. الدايركت. بعد كده ابدا اشوف الاندايركت اللي هي في الجزء بتاع الاوفر هيدز. بعد كده اشوف والله المخاطرات والكلام ده، الكونتنجنسي والحاجات دي، بحيث والله ابص على البونز بتاعتي يبقى شكلها ايه، الانشورنس شكلها ايه والكلام ده. وفي النهايه خالص بحدد البروفيت بتاعي. فكده انا حددت كل حاجه انا محتاجها. ملحوظه سريعه برضو عن حصر الكميات، محتاجين دايما نفرق ما بين حاجتين، الكوانتي تيك اوف بتاعت اللي هي الاكشوال واللي هي بتاعت البيد، او اللي احنا بنسميها عندنا في ثقافه السوق الاكشوال اللي هي بتاعت المقاول، والبيد اللي هي بتاعت المالك او الاستشاري بتاع المالك. يعني على سبيل المثال، فدي مثلا قاعده خرسانيه بسيطه خالص، فانت لما بتيجي بتحفر القاعده بتاعتك بتعمل اكسكافيشن بتاعتها، بتحتاج تسيب شويه بفر 30 سم مثلا، وبعد كده بتعمل ميول عشان مثلا لو التربه مثلا رمل او كلام من ده حسب نوع التربه تعمل ميول، والا السويل هتقع جوه القاعده بتاعتي. فانت في النهايه دي كميه الحفر بتاعتك الحقيقيه. بينما انت لما بتحاسب المالك طريقه المحاسبه لا، بتبقى على حسب كميه الحفر الاكزاكت، ان هو في النهايه دي بتعتمد على التكنيك بتاعك. فما ينفعش ان هو انت حاسب المالك على التكنيك بتاعك هو لا. فانت بتعمل ايه؟ فانت في النهايه بتجيب النسبه ما بين الحفر ده والحفر ده، وتعمل فاكتور يحمل على السعر بتاعه. فمثلا لو افترضنا مثلا ان ده مثلا انت حفرت مثلا 2 اكس والحفر هنا اكس، فمعنى كده ان السعر هيبقى هتحاسبه عليه الدبل. لو المتر مثلا بيقف عليك بواي، فانت تقول والله المتر ب 2 واي بحيث تعوض فرق ضعف الكميه. فدي برضو جزء ناخده في اعتبارنا لما نيجي نحسب الكورس والكلام ده، لما بنيجي نحمل الاسعار بتاعتنا. تمام. محتاجين برضو نكون فاميليار بالبروجكت ديليفري سيستمز او اشكال التعاقد بتاعتنا.
فاول نوع عندنا اللي هو الديزاين بيت بيلد، يعني انت بتصمم بعد كده بتقدم على العطاء بعد كده بتبني ديزاين بيت بيلد. فده ده اغلب المشاريع بتشتغل عليه، ده اللي هو التقليدي بتاعنا. ده بيبقى كومبيتيتيف او اللي هو بيبقى فيه تنافس تنافسي، يعني احنا في النهايه انت كمقاول بتصمم وبتعمل كوست استيميت بتاعك والحاجات دي كلها، بعد كده بتقدم العطاء بتاعك، ده اللي هي مرحله البيدنج بتاعتك، ودي التنافس كل المقاولين بيقدموا، وفي النهايه واحد هو اللي بيكسب هو اللي بيعمل بيلد، فده كومبيتيتيف. ده مزايا بالنسبه للمالك او الاونر بشكل عام، ان هو بيكون علاقه في علاقه تعاقديه ما بينه مع الديزاينر ومع الكونتراكتور في نفس الوقت. ده غالبا في اغلب الاحيان بيبقى اما لامسم اللي هو طريقه الدفع نفسها، اما لامسم يعني انت بتيجي تقول انا هعمل المشروع ده ب 2 مليون ذاتس ات، ما بتقولش اكتر من كده خلاص، فهو في النهايه انت بتتحاسب ان التكلفه هتبقى 2 مليون، وهتكلم عن اللامسم بعد كده في السلايد الجاي. او ان هو بيبقى يونت برايس كوست، يونت برايس كونتراكت، انا والله انا بعمل مثلا انا هنفذ متر الخرسانه باكس وهنفذ متر الحوائط بواي، ففي النهايه بالكميات بنبدا نتحاسب. ده مستو او مش مستو، يعني من خصائصه ان الكونتراكتور بيخش في الاخر، يعني انت في النهايه انت بتعمل الديزاين وبعد كده تبعت للكونتراكتور تعالوا يا جماعه عاوزكم تنفذوا الديزاين ده، فالكونتراكتور بيخش بعد ما الديزاين يكون خلص ويبدا يجهز البيت بتاعه بعد ما الديزاين يكون خلص. فده مثلا لو حاجه مثلا يصعب تنفيذها مش هنكتشف الموضوع ده الا بعد ما نكون خلصنا الديزاين، فدي بتبقى مشكله هي اللي هو الليت انفولفمنت بتاع الكونتراكتور، فده بيبقى مشكله بالنسبه للفاليو انجينيرنج بتاع المشروع بتاعتي. بعد كده تاني نوع اللي هو الديزاين بيلد، ده ما فيهوش تنافس في التعاقد، لان انت اللي بتعمل الديزاين وانت اللي انت اللي بتنفذ الديزاين بتاعك، فانا من الاول بتعاقد معاك ان عاوزك تعمل المشروع ده، انت تعمله لي كتصميم وكتنفيذ. فالاونر او الملك بيتعاقد مع انتيتي واحده او كيان واحد اللي هو المقاول، على عكس الديزاين بيت بيلد هو كان بيتعاقد مع المصمم في الاول، وبعد كده بعد ما يخلص التصميم يبدا يعمل العطا، ومن خلال العطا ده بيقرر هيتعاقد مع انه مقاول، ففي تعاقدين. بينما هنا في الديزاين بيلد انت تتعاقد مع انتيتي واحده، والانتيتي دي هي اللي بتعمل الديزاين وهي اللي في نفس الوقت بتنفذ. ده بيبقى برضه يا اما لامسم من خلال البروبوزل بتاع المقاول، بس هنا زي ما قلنا مش هيبقى فيه منافسه. ده ميزته طبعا ان هو بيحصل تكامل ما بين الديزاين والتنفيذ، فانت اللي بتصمم وانت اللي بتنفذ، فانت ادرى التصميم ايهما افضل في تنفيذه، فانت بتحاول مثلا لما تيجي تصمم حاجات بتبقى مور كونستراكتبل او حاجات موفره ليك. على سبيل المثال انت مثلا كمقاول مثلا اوريدي عندك مثلا شدات معدنيه لاشكال معينه من الاعمده، فانت مصلحتك ان انت بتخلي الاعمده بتاعتك في الديزاين على نفس الاشكال دي، بحيث ان انت بتوفر في الفلوس وفي نفس الوقت اسهل، ممكن تكون اكثر توفيرا للمالك كمان. دي طبعا اوبورتيونتي احسن كتير للفاليو انجينيرنج بتاعتنا. ثالث نوع من العقود اللي هو الكونستراكشن مانجمنت او سي ام، فده في البدايه الاونر او المالك بيتعاقد مع فريقين، بيتعاقد مع المصمم وبيتعاقد مع الكونستراكشن مانجر او حد يعني هو هيمانج او هيدير عمليه التنفيذ. بتبقى عمليه بروجريسيف او يعني بالتصاعديه، اللي هو المالك بيتعاقد مع مجموعات مختلفه من المقاولين، وبعد كده يبقى في كومبيتيتيف بيدنج بينهم. بعد كده الكونستراكشن مانجمنت ده ممكن يكون حاجتين، ممكن يكون يا اما فيكسد فيه او برسنتج فيه، يعني يا اما انت بتنفذ وليك عموله ثابته، او تكون العموله دي نسبه من قيمه التنفيذ تكلفه التنفيذ بتاعك. ده طبعا من مزاياه ان هو موضوع الديزاين والكونستراكشن بيبقوا مع بعض كونكرنتلي، يعني اللي بيسموها ساعات في الايه في الفاست تراك بروجكت، اللي هو مشروع انت مستعجل عليه جدا، فانت اصلا بتبدا تنفذ والديزاين كله مخلص، يعني انت بمجرد مثلا ما الديزاين بتاع القواعد الخرسانيه بتخلص تبدا تنفذه، فالمقاول بينفذ القواعد بعد كده، يعني هو لسه ما يعرفش الاسقف شكلها ايه او التشطيبات شكلها ايه، لا هو مجرد بس بند بيخلص ببدا انفذه. فده بتبقى كويسه بالذات في المشاريع اللي هي سريعه او مستعجله،
ودي برضه كويسه جدا في موضوع الفاليو انجينيرنج. النوع الثاني من الكونستراكشن مانجمنت هو ستيل كونستراكشن مانجمنت بس ات ريسك، اللي هو في النهايه يعني مين بيشيل الريسك؟ ان انت لما بتبقى انت بدات تشتغل وانت مش عارف في النهايه التوتال كوست كام والكلام ده، ده يبقى ريسك كبير عليك كمالك كاونر للبروجكت. فبتيجي بيحصل ايه؟ بيجي الكونستراكشن مانجر اللي انت تعاقدت معاه، انت كمالك تعاقدت معاه، يجي الكونستراكشن مانجر يقول لك والله انا هديك ماكسيم برايس، يعني في النهايه انا المشروع ده مش هيزيد عن 5 مليون مثلا، لو زاد عن 5 مليون اللي بيتحمل التكلفه الزياده دي الكونستراكشن مانجر اللي انت متعاقد معاه، انما انت كمالك مش هتدفع اكتر من كده خلاص، هي 5 مليون ده اللي كان السقف بتاع التعاقد بتاعك بس. بعد كده في التيرنكي او اللي بنسميها على المفتاح، فدي تعتبر اسهل حاجات في التعاقد. المقاول العام هو ساعتها بيشيل اغلب الريسبونسبيلتي لو مش كلها، غالبا بيكون لمصم. طبعا بيبقى ده حلو الفاليو انجينيرنج، وان انت كمقاول تعمل بكل حاجه زي ما انت عايز في الكوردينيشن ما بين الديزاين والتنفيذ والكلام ده. اخيرا البابليك برايفت بارتنرشيب بي 3 اللي هو الشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. دي بتبقى محتاجه بقى يعني اكسبرتيز بتاعت الناس بالذات في المشاريع اللي هي الكابيتال بروجكتس، مثلا مشروع مترو الانفاق مثلا. اغلبها في الشكل بيبقى ليها ثلاث اشكال، يا اما البيلد اون اوبريت، يا اما اللي هي انت بتبنيها. اظن ده حصل في مصر في الشركه الفرنسيه بتاعت مترو الانفاق، ان هي الشركه الفرنسيه هي عملت مترو الانفاق وكان ليها ملكيته او مش ملكيته يعني يتبقى حق انتفاع اكتر لمده مثلا اول 10 سنين، هي في النهايه كل الارباح وكل الفلوس تخش في اول 10 سنين هي اللي بتاخدها بدل، فهي كده الشركه عملت انت كحكومه انت ما دفعتش تكلفه المشروع، هي الشركه اللي تحملتها وفي النهايه فالريع بتاع اول 10 سنين الشركه خدته، ده كانه ثمن المشروع اللي انت نفذته. بمجرد ما تخلص 10 سنين بتبدا الشركه البرايفت بتسلم البابليك او الحكومه المشروع، خلاص انا خدت 10 سنين بتوعي كده المشروع بقى بتاع الحكومه. ده اللي هو البيلد اون اوبريت، التسليم ده اللي هو البيلد اون اوبريت ترانسفير. بعد كده اخر حاجه اللي هي بتبقى الباي بيلد اوبريت، فده طبعا بيبقى اوبورتيونتي كويسه بموضوع الفاليو انجينيرنج، وان انت تعمل ديزاين والكونستراكشن كونكرنتلي مع بعض مفيش مشكله، ان هو في النهايه بتبقى انتيتي واحده هي اللي بتملك وهي اللي بتنفذ في نفس الوقت. ده كده بالنسبه للبروجكت ليفري سيستمز. يعني حتى لو فيها ممكن يعني تكون يعني بتلخبط الناس دلوقتي شويه، بس هتبقى واضحه بعد كده واحنا بنتكلم في الفاينانسنج ان كل حاجه من دول ممكن تاثر في الاوبشنز بتاعت الفاينانسنج بشكل ما. تمام. الكونتراكت تايبس او البرايسنج ميكانيزمز، احنا في اللي فات ده احنا اتكلمنا عن شكل التعاقد، محتاجين بعد كده بنتكلم على شكل التسعير نفسه اللي هو هنسعر ازاي. فزي ما احنا كنا بنقول من شويه يعني ايه لامب سام او فيكس برايس، ده هنا كده بالتفصيل. فانت عندك ثلاث اشكال بشكل عام للبرايسنج ميكانيزم، يا اما لامب سام اللي احنا بنتفق على السعر او فيكس برايس، يا اما بنتفق على لامب سام اللي هو السعر كامل للمبنى كله مثلا، او فيكس برايس اللي هو في النهايه بحط سعر ثابت للبند كله. النوع الثاني اللي هو اليونت برايس اللي هو في النهايه احنا بنتفق بالوحده، فانت مثلا بدل ما انت هتقول لي انا هنفذ المشروع بمليون جنيه، انا لا انا هنفذ متر الخرسانه بكذا ومتر المباني او الطوب بكذا ومتر التشطيب الدهانات لوكس او سوبر لوكس او وات ايفر المستوى المعين انت بتنفذه بكذا، فانت بتحاسبني باليونت. فهنا انت كاون كمقاول انت تخلصت من الريسك بتاع الكميات الى حد ما، بقيت انت ملتزم بال ايا كانت الكميه، انت ملتزم بس باللي هو التكلفه بتاعتك والمكسب بتاعك، الكميه كلها هتزيد او هتقل دي مش مشكله عندك. اخر حاجه الكوست بلس فيز، بدل ما انت بتقول انا هنفذ لك المتر بكذا تقول لي انا هنفذه لك بس وات ايفر الكوست هتبقى ايه، وفي النهايه انا اخد 10% فوق الكوست، دي الفيز بتاعتي. على سبيل المثال، على سبيل المثال انت مثلا متر خرسانه مثلا اللي هو مثلا في اليونت برايس، انت هتقول انت كاونر هتدفع لي اكس، انت بقى كمقاول وات ايفر هو هيقف عليك بكام المتر ده، ممكن يقف عليك باسعار ثانيه مختلفه تماما، بس انت كمقاول في النهايه مش هتاخد من الاونر غير اكس، فانت شايل ريسك اكبر. بينما الكوست بلس في انت لا وات ايفر هو هيقف بكام، يعني هو هيقف انت مثلا قلت مثلا 10%، فسواء المتر ده وقف عليك واقعيا باكس او بواي او بزد، فانت هتاخد 1.1 منها ال 10% اللي هو السعر زائد 10% 1.1 اكس او 1.1 واي او 1.1 زد.
بتختلف الحاجات دي بالذات في الجزء على حسب زي ما احنا قلنا اللي هو الماتوريشن بتاعت البروجكت. كل ما يكون البروجكت اوريدي الديزاينز بتاعته خلصانه، كل ما ممكن تعمل سنجل لامب سام والكلام ده. كل ما تكون الديزاينز اوريدي لسه مش خلصانه وانت مستعجل، ساعتها انت تبقى مضطر ان انت تاخد اوبشن، انت كاونر تاخد اوبشنز مور فليكسيبل. فده مثلا كان بيان بيتكلم على الجزء ده، فهو نوع العقد versus الديوريشن بتاعته. فهنا نتكلم على اللي هو امتى ابدا اعمل الكونتراكت بتاعي. فلما نيجي نتكلم اللامب سم، انت محتاج تعمل الكونتراكت بعد كل الفتره دي، كل ما يكون الديزاين كله خلص. بينما لو حاجه مثلا كوست بلس فيه، لا انت ممكن تبدا من الاول خالص، مجرد ما تعمل جزء صغير من الديزاين ممكن تبدا انت تتعاقد على الكوست بلس فيه بتاعتك وتشتغل. فده طبعا بيأثر على الديوريشن بتاع المشروع كله، بالذات لو انت مستعجل، لان انت هنا انت بدأت التنفيذ مجرد مثلا عملت 10% من التصميم. بينما مثلا في اللام سام، لو هتشتغل لام سام نمبر 5، فانت محتاج التصميم كله يخلص عشان تقدر تاخد السعر، تقدر تطلب من المقاول ان هو يديك سعر كامل للمبنى كله. فده برضو جزء اللي هو علاقة التوقيت بالطريقة البرايسنج ميكانيزم عامل ازاي. ملحوظه برضو على الموضوع ده، في كم من الحاجات المشهوره اللي ممكن دايما هتلاقيها قدامك، اللي هي بيسموها الانفلونس اكسبنشر دايجرام. يعني ايه؟ كل ما تتقدم في التصميم والتنفيذ، كل ما قدرتك على التاثير على الكوست بتقل. يعني انت في الاول خالص وانت بتعمل التصميم، انت اي قرار هتاخده هيكون مؤثر جدا على الكوست. انت مثلا قررت مثلا انت مثلا تعمل مبنى مثلا خرسانه فيرسس ستيل، فساعتها كل قرار من دول هيأثر بشكل كبير جدا على الكوست بتاعت المبنى. بينما مثلا لو في الاخر مثلا انت المبنى اوريدي اتعمل والتشطيبات اتعملت، مجرد بس نوع الدهان بتاع الحوائط، فساعتها التأثير بتاعك في الكوست بقى قليل جدا، انت بس بتأثر في بند واحد صغير جدا في الاخر. فده اللي هي فكره اللي هي الكوست الانفلونس بتاعك انت، سواء كاونر سواء كمقاول وات ايفر، اي اللي بياخد القرار على الكوست ماشيه ازاي. فدي هنا يعني دي بدايه المشروع من اول فيزابيلتي ستادي لحد الكومبليشن اند ستارت اب بتاعها. ففي النهايه الاكسبنشر بتاعتك في الاول مصاريفك قليله، لسه ما نفذتش قوي، بدات تنفذ كل شويه المصاريف هتزيد. وفي الاول بيبقى الانفلونس بتاعك عالي جدا، انك تقدر انت بقرار ممكن تغير المبنى كله. بعد كده كل ما بتبدا تنفذ اكتر، كل ما الانفلونس بتاعك بيقل بيقل بيقل، لحد في النهايه خالص الانفلونس بتاعك في النهايه هيبقى صفر مع انتهاء المشروع خالص. فده بالنسبه للجزء ده. بس بعد كده دي السورسز بتاعت الكلام اللي انا قلته. انا هتوقف عند هنا النهارده، بحيث ما زي ما اتفقنا مش عاوز اطول. دي كده مجرد بس انترودكشن سريعه وبعض البيزكس، بحيث المحاضره الجايه نبدا نخش في الديتيلز بتاعتنا وهنبدا بالرف استيميتنج ان شاء الله. فانا هتوقف عند هذا القدر، واهلا بالاسئله. جزاكم الله كل خير يا دكتور. وعشان بس تنظيم لو سمحت، لو حد عنده سؤال بس يعمل رايس هاند. مهندس اسماء. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو بس انا كنت عايزه اناقش حضرتك في الحته اللي هي بتاعه الاستيميتنج للبرايس من الاستشاري. غالبا البوينت دي في كل المشاريع اللي احنا بنستضيفها بتبقى الاستيميشن ده بيبقى بعيد تماما عن السوق. يعني هو ريليتيف للجهاز ان هو عايز يقلل سعر الاونر باي شكل، فبالتالي الاستيميتنج ده ما بياخدش في اعتباره سعر السوق، سعر الخرسانه الحالي، سعر الحديد الحالي، طب سعر الليبر العماله بتاعتي، طب مصنعياتي، الحاجات دي كلها هو بيحطها اقل حاجه. يعني بنلاقي المقايسه ان الاستشاري، يعني كان اخر مشروع كان محرم بخوم سعر، كان حاطط الاسعار، جاب الليسته بتاعت الجيش وحاطط لنا منها كل الاسعار زي الجيش تيبيكال كوبي بيست. وبرده مشروع ترعه الزمر اللي احنا شغالين فيه كمقاولين عرب، برده نفس الحكايه، الليسته اللي طلع لنا من الجهاز من الاونر هيها كوبي بيست لسته الجيش. طب يا جماعه، طب ما هو سعر الجيش ده ما ينفعش معانا، احنا لينا خرسانه بنشتري منها خرسانه جاهزه بسعر معين، لينا مصنعيات معينه. فبالتالي هو ما فيش رولز دي بالنسبه للاستشاري. فانا بحس ان هو مش جهه انها تسعر لي، يعني هو مش جهه تسعير. فاحنا حاجه زي كده الاستشاري المفروض ان يبقى عنده البوينت دي، عشان هو دلوقتي بيعمل زي كوست للمشروع كله، حاجه تقريبيه للمشروع كله.
الكوست دي على اللي هو بيحطه بتبقى غير معبره تماما عن الحقيقه يعني عن الواقع. جميل. بس طيب. هي دي البوينت اللي انا كنت عايزه اشير ليها يعني. طيب. حضرتك مشكلتك في الحته دي ان انت بتحاولي تطبقي الكلام التكنيكال على حاجه هي مش تكنيكال اصلا. بمعنى اولا انت بتتكلمي على مشاريع سياديه. المشاريع السياديه دي اصلا يعني بيكون الجزء البوليتيكال فيها او السياسي فيها داخل في الموضوع جامد. في النهايه ممكن اصلا يعني ممكن اصلا عثمان احمد عثمان ممكن تخش تخسر في المشروع ده عشان هي عارفه انها هتعوض في المشروع اللي بعديه. صح؟ لا لا للاسف احنا كل مشاريعنا حاليا اللي الاستشاري بيسعر بسعر الجيش بتبقى. ايوه ليه يا فندم؟ ليه يا فندم؟ بالنسبه لنا ايوه دي ليه؟ اكيد كان عشان الوضع كان منتعش قبل كده او هينتعش بعد كده او ان ده امر سيادي انت هتنفذ يعني هتنفذ الدوله محتاجه هو فعلا تنفذ. هو غالبا بيبقى امر سيادي. طيب يبقى ساعتها ده يبقى ساعتها احنا خرجنا من الجزء اللي هو العلمي او العملي وداخلين في الجزء اللي هو بتاع اللي هي في النهايه ده جزء بوليتكس. يعني مثال تاني مثلا زي ما انت بتقولي مثلا المقاول الاستشاري مثلا بيقلل بنود جامد او بيبوظ الدنيا في بنود معينه ده طبيعي ان انت عشان كده مثلا احنا في حاجه هنتكلم عليها اللي هو البيد ان بالانسنج. انت ازاي بتلعبي في البيد بتاعك عشان تعوضي خسارتك في النهايه ده طبيعي. طبيعي برضو مش طبيعي صراحه يعني ان يعني حضرتك ان الاستشاري ما يكونش على علم بالاسعار وبيسعر غلط. دي صعبه قوي يعني تبقى عيبه كبيره في حق الاستشاري. ما اظنش انها موجوده عن عمد يعني هي ممكن تكون يعني ان هو يعني فعلا مش عارف وبيسعر غلط. دي صعب ان احنا نصدقها يعني يقول لي بس استشاري فاشل. لا هو حضرتك هي مش قصه عن عمد او لا هو بيستشير. هو حضرتك جايب القايمه بتاعه الجيش وده زيها بالظبط. صعب يعني حضرتك عايز تفهميني ان محرم بخوم مش حضرتك قلتي محرم بخوم هو الاستشاري صح؟ هو حضرتك في ترعه الظلم والموضوع ده حصل معانا في ترعه الظلم ومحرم بخوم هو الاستشاري. جميل قوي. واخر مقايسه عملها طيب. خد سعر الجيش تقريبا قبي بس. هل بخوم محرم بخوم يلقى يعني لا يمتلك القدرات والديتا ان هو يعمل تسعير واقعي حقيقي؟ اكيد لا. في النهايه احنا رجعنا لحته ان هو بوليتيكال. هو في النهايه تسعيره الجيش دي اللي هتمشي عليها ودي اللي هتمشي بيها. طب ما هو للاسف ما هو وفي النهايه انا لو دخلت انافس مع عثمان حتى لو اديت سعر اقل ممكن عثمان هو اللي يكسب. ان دي مشاريع سياديه في النهايه ممكن يقول لك لا دي اسرار فيها مثلا حاجه دي مثلا حاجه سياديه ما ينفعش اي حد يخش فيها غير حد ثقه. فمثلا عثمان هو ثقه في الموضوع ده فعثمان هو اللي هيخش. فانا ما عنديش مشكله ان كلام حضرتك بتقوليه تكنيكالي صح 100% بس في اعتبارات تانية كتير احنا يعني دي برانا يعني اعتبارات سياسيه اعتبارات سياديه وفي النهايه يعني في بعض الحاجات ممكن اقول لك لا هم معاهم حق في الكلام ده وكان لازم يعملوا كده. حاجات تانية اقول لك لا يعني زي بقول لك ان عثمان مثلا هو عامل حسابه ان هو هيعوض في مشاريع بعد كده ده كلام بيتقال في المكاتب المغلقه المديرين هم اللي بيتفقوا عليه. يعني انت خلاص انت هتخسر في ده وفي ده وفي ده وهتكسب بعد كده في ده. مش بس مشاريعنا يعني احنا كان عندنا مشروع مع المحافظه برضو في القصر العيني اللي هو كوبري المشاه برضو نفس الحكايه. الاستشاري برضو كجهه بيسعر لمديريه الطرق والنقل في المحافظه برضو خسف بالاسعار الارض. ولما احنا جينا بقى وقعدنا ناقشنا في السعر اللي هو الاستيميتك عدل بقى السعر بعد ما احنا ناقشناه. جميل. وبرغم ان ده مش مشروع سيادي ولا حاجه ده ممكن برضو يكون ده ممكن يكون حاجتين. ممكن يكون هو بيلعب بالبارجن ان هو في النهايه انت عارف انت هو عارف ان انت كده كده ممكن هتناقشيه بعد كده فهو بيحاول يضغط عليك قدر المستطاع. او انت في النهايه كعثمان احمد عثمان انت ممكن تكوني اصلا يعني السوق مثلا نايم فانت مستعد انك تعملي المشروع بالتكلفه اصلا مستعد ان انت ما تكتسبيش جنيه في المشروع ده في مقابل ان انت بتحافظي على العماله بتاعتك ما بتخسريهاش بتحافظي على الشير بتاعتك في الماركت السوق بتاعك انت ما زلت ليكي استحواذ معين على السوق مش هتخرجي منه. هي في النهايه هنتكلم على الجزء ده في الجزء بتاع البروفيت ازاي بنحدد المكسب واخد مكسب قد ايه. فانت ساعات لا ممكن عثمان يقرر ان انا في النهايه انا هخش المشروع ده واخسر 10 مليون لان تكلفه ان انا ما اخش المشروع ده خالص هتبقى اكتر من 10 مليون بكتير فانا هخش واخسر 10 مليون. فده جزء بيزنس ده وده يعني حضرتك داخله جزء فيه بيزنس وفيه سياسه. أيوة حضرتك انا بتكلم في حته هو ماشي هو في اكيد شركات كتير بتعمل كده لمجرد انها تتواجد في السوق في الفتره اللي هي بتتكلم فيها. بس انا بتكلم ان الاستشاري كده هو كجهه ما هوش جهه تسعير وده اللي انا اقصده ان هو مش جهه قادره انها تسعر لي او تديني السعر المناسب فعلا للسائد في السوق. لا هو يقدر
ما هو تاني هو ايه، هل بخوم محرم بخوم عاجز عن كده؟ لا طبعا. لا مش بقى، مش قصدي محرم بخوم عامه، قصدي الاستشاري بصفه عامه، هو جهه تكنيكال، جهه فنيه، ما هوش جهه لا لو تسويق. عنده، لو عنده ديتا، لو عنده ديتا محترمه يقدر يسعر زيه زيه زينا يعني. هو في النهايه ايه الفرق يعني، ايه الفرق بين حضرتك لما بتسعري والمهندس بخوم لما بيسعر؟ انتوا الاثنين معاكم نفس ولا اللوحه حاجه، بس هو بس. بالعكس، ده هو المفروض التسعير بتاعه هو اوير بالديزاين اكتر، مش كلنا مهندسين ديزاين، بس بالظبط. ممكن فانا يكون مش قصدي في اوير بسعر النهايه، السوق اكتر. حضرتك نظريا لو بتتكلمي على القدره، لا هو قادر ان هو يسعر كويس جدا، هو عنده القدره ان هو يسعر، طبعا عنده القدره ان هو يسعر. انما الاختلافات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي غالبا يعني دي البوليتكس بتاعت البيزنس نفسه. البيزنس نفسه مش حاجات بيور انجينيرنج وبس، لا ما في حاجات تانيه كتير داخله في النص. انت ممكن مثلا بالذات انت داخله انت مثلا عاوزه تحتكري السوق، فبتخشي بتحرقي كذا مشروع. انت السوق عطشان مثلا، انت معاكيش شغل خالص، هتخشي وتخسري بس هتخشي. فده جزء تاني، ده ملوش علاقه بالاستيميتنج، ده مور في البيزنس بوليتكس. بس كلام حضرتك صح، طبعا صح كلام حضرتك. هل الاستيميت بتاعهم ده منطقي؟ لا مش منطقي. هل ماشي باي ذا رولز؟ لا. هل هو ايثيكال ولا ان ايثيكال؟ لا ساعات كتير ان ايثيكال، ساعات كتير ناس بتخسر. انت ان احنا بنقول احنا والله هنعمل عطا اوبن، بس هو واقعيا هو مش اوبن، ان هو في النهايه مفيش غير ده اللي عنده القدره ان هو يكسبه بالاسعار دي بس. فهي في النهايه والمشاريع الحكوميه بالذات يعني فيها يعني بيزنس لا بوليتكس والله كتير. حضرتكم، مش بس الحكومة، القطاع الخاص برضو، ما هو نفس الحكاية، ما هو برضو حضرتك بيبقى عنده هو نفس المعاناة برضو ماشي يعني، برضو الشركات الخاصة، ما الاستشاري بيسعر برضو، بيلاقوا السعر في متداول خالص مع بس شغلهم. ساعتها الموتيف مختلف المفروض يعني. ده دوافع الاستشاري ساعتها مختلف. ساعتها مثلا دوافع الاستشاري مثلا هو ايه، عاوز يوري المالك ان هو يعني بيموت على كل جنيه، وان هو بيحاول يحافظ على فلوس المقاول، للاسف المالك والكلام ده. ساعتها ما زال بيزنس بوليتكس بس باكج مختلفه تماما. ده قصدي. تمام، ميرسي جدا لحضرتك، تحت شكرا امرك. جدا، العفو. شكرا، اتفضل. شكرا لحضرتك. باشمهندس عادل اتفضل، عشان سعادة التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. بنرحب بالدكتور مروان، بنشكره على أهلا. الكورس القيم ده جدا، والحقيقة كل شباب المهندسين محتاجين لهذا الكورس، وأنا لاحظت إن العدد وصل للماكسيمم اللي هو في البرنامج الزوم، ومعظم الناس دخلت على الفيس، فالناس متشوقة تسمع منك يا دكتور مروان، وأنا أرجو إن حضرتك تخصص جزء كبير في المحاضرات على موضوع الكوست أناليسيس. يعني معظم المهندسين هي بعد مرحلة الكوست استيميت ورسو العطاء، أحيانا بيحصل إيه، بنحتاج في مشاريع الإسناد وفي مشاريع العطاءات في البنود المستجدة بنحتاج نحلل السعر، بنعمل كوست أناليسيس عشان نتفق مع العميل على اسعار بنود جديده يعني. فعاوزين محاضره كامله مفصله عن كوست اناليسيس، نسبه الماتيريال ونسبه الاكويبمنت ونسبه العماله، ازاي نعمل كوست بروفيشنال، ان هو ببرامج يطلع منها نسب معينه استفيد منها كفيدباك في مشروعات اخرى يعني. ده رجاء يعني ايه، نعمل فوكس على النقطه دي بعد اذن النقطة الثانية. حضرتك سامعني؟ اتفضل بسمع حضرتك. دكتور، حضرتك سامعني. النقطة الثانية بس بالنسبة لرد الباشمهندسة أسماء، هو فعلا الاستشاري بيبقى في بعض المراحل بيبقى جهة إيه، تسعير في بداية إيه الطرح، أثناء الطرح يعني. ولكن هو اللي تقصده الباشمهندسة يمكن إن في بعض الأعمال التخصصية أو شديدة التخصص، مش بالضروره كل الاستشاريين عندهم الداتا اللي يسعروا بيها يعني. زي مثلا اعمال الايه، البايب جاكينج، زي اعمال اتش دي دي، زي اعمال الكيميكال جراوت، في اعمال بتبقى دايفرام وول، في اعمال متخصصه قوي قوي، فمش كل المكاتب متوفر عندها الكوادر اللي هي تقدر ايه، لازم بيستعين بالمقاول المتخصص اللي هو عنده المكن، لان ده التسعير ده بيعتمد على الميكانه يعني. اللي عنده مكنه ديافرام بيعرف يعني ايه مكنه ديافرام ويعني ايه مكوناتها، فيقدر يعمل استيميت اكيوريت يعني. فلكن الاستشاري بيبقى تسعيره ان اكيوريت في حاله الاعمال التخصصيه والاعمال اللي هي ايه السبيشاليزد قوي يعني.
لكن الأعمال اللي هو العادية زي الخرسانة، مباني، بياض، ده كل الناس تقدر تسعرها بسهولة، ما بقاش فيها أي مشكلة. يعني احنا مش بنعيب على مكتب، المكاتب كلها كبيرة ومحترمة. وبرضه النقطة التانية بقى اللي بحب أنوه لها بعد إذن حضرتك، إن يعني ما بنقولش سعر الجيش وسعر الوزارة وسعر الري لا، كل جهة وكل مشروع له طبيعة عمله. فممكن سعر الجيش في مشروع الجيش بسعر قليل يكسب. ليه؟ لأنه هم الجيش له طبيعة خاصة جدا، بيعمل سبورت للمقاول وبيعمل فاسيلتيز عالية قوي قوي، يورد له الماتيريالز. فطبعا انا لما اكون انا مقاول جالي الحديد وجالي الاسمنت، يعني 60% من المشروع يعتبر ممول، اكيد لازم سعري يبقى اقل. فاذا ما بنقولش السعر قليل ولا كتير، لا، بنقول طب الظروف ايه، ايه الفاسيلتيز اللي هو اداها لك، ما الفاسيلتيز دي ايكوال ايه ماني. فاذا ما نقولش ده السعر ده ايه قليل، الا ما نعرف ايه الفاسيلتيز اللي هو العميل بيقول لك اشتغل ديت ب 100، بس انا هساعدك بشويه فاسيلتيز دلوقتي يساوي 20، انت لو اشتغلت مع عميل ثاني هتعمله ب 120. بحبيت بس تكون النقطه ديت واضحه بالنسبه للبشمهندسه او اي حد يسال في هذا المجال يعني. وبنشكر حضرتك، بنشكر البيم اريبيا والمهندس عمر سليم على هذا المجهود والفايده الكبيره قوي اللي بتتم لشبابنا المهندسين، واسف على الاطاله يا فندم. تحت امرك. شكرا يا فندم. السؤال اللي بعد كده، يا باشمهندس سامح، باشمهندس احمد، باشمهندس احمد جندي. الو. ايوه باشمهندس، اتفضل. بقول السلام عليكم. وعليكم السلام. برحب بحضرتك وبشكر حضرتك على المجهود الرائع اللي حضرتك بتقدمه. و ليه استفسار حضرتك عن موضوع المارك اب في البرايس، المارك اب شامل الريسك ولا مش شامل الريسك؟ ده اول نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه للمقارنه بين الاسيت مانجمنت والفاسيليتي مانجمنت، هل في علاقه ما بينهم؟ خصوصا ان انا شغال في مرفق مياه شرب وصرف صحي، هل لما بنعمل صيانه او بنعمل تطوير للمرفق تبع الفاسيليتي مانجمنت ولا الاسيت مانجمنت؟ شكرا يا فندم. تمام. بالنسبه للجزء بتاع المارك اب، الاجابه مبدئيا اه، وهنخش بيه في التفصيل قدام بالتفصيل يعني، فما تقلقش النقطه دي هتتغطى كويس. بالنسبه للجزء الاسيت مانجمنت والفاسيليتي مانجمنت اه، يعني في النهايه هو نفس الشيء في الحته دي، الجزئين سالت عليها اه، هم يعني متقاطعين طبعا في الحته دي، هي نفس الشيء. شكرا فندم. شو احمد، شو احمد جندي، طيب شو مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام. اول حاجه شكرا باشمهندس مروان، ان شاء الله متشوقين لبقيه المحاضرات باذن الله يعني. شكرا جدا على حضرتك. تحت. كان ليه بس سؤال في جزئيه اللي هي الكوست بلس بروجكتس، تمام؟ حضرتك قلت فيها ان انا ممكن ابدا المشروع حتى بعد 10% ما الديزاين يكون خلصان مثلا ابتدي اشتغل فيه، صح كده ولا انا نظريا ممكن يعني؟ في النهايه ثانيه واحده بس، في حد في تشويش، ثانيه واحده. تمام. فده جزء تعاقدي، التعاقد ماشي ازاي، فممكن يعني ممكن نبدا من اول نسبه بسيطه جدا يعني، يعني 10% دي، 10% دي يعني ده رقم اعتباري، ده مش اللي هو يعني اقصد يعني ان انا مخلص جزء معين من ان انا مثلا، طب لو انا عندي مثلا مشروع زيتار ولا حاجه، انا ك يعني ستراكشرال انجينير، فبنخلص الديزاين كله على بعضه مره واحده يعني، مش ان انا اطلع مثلا جزء الفوتنج الاول من غير ما اكون مخلص الديزاين بتاع بقيه الادوار وكده. فهل ده يعني في انواع معينه من المشاريع بينفع فيها ان انا استخدم كوست بلس؟ يعني مثلا لو انا عندي مجموعه من المباني في مشروع معين، اكون مثلا خلص جزء مباني مثلا اريا معينه كلها على بعض، ده اللي حضرتك تقصده بيه في موضوع الكوست بلس، ما ينفع في حاجه زي كده ولا هو ينفع في انا في كل المشاريع؟ ينفع في كذا حاجه يعني. اولا انت لما قلت انا مهندس ستراكشر، فانت اوريدي يعني انت حتى الديزاين بتاعك كله على بعضه ده مش 100% من المشروع،
ده مثلا كام في المية؟ ده الجزء اللي هو الاستراكشر بتاع المشروع لسه بيخش بتاع الالكتريك والام اي بي وبيخش تمام. بعد كده التشطيبات. فانت اصلا انت المية في المية بتاعتك هي مش المية في المية بتاعت المشروع. فاهم قصدي؟ فدي الجزئيه الاولانيه. على حسب تاني نوع التعاقد وطبيعه المشروع، يعني مثلا حاجات مثلا زي الانفراستراكشر مثلا، حاجه زي الطرق مثلا، لا ممكن ابدا بدري لو انا عندي الرفع المساحي بخش وبشتغل وانطلق. تمام ممكن في بنود ان انا اقدر اخلصها انها تكون خلصانه. هي على حسب التعقيد تاني يعني انت في النهايه، بس انت انت مثلا راجل بتاع ستراكشر يعني انت عند نقطه معينه لا بتقف خلاص، يعني انت مش هتغير. ولو في تغيير ده جزء من الريسك، يعني في النهايه الفاست تراك بروجكتس جزء كبير من مشاكلها اللي هي الريسك. انا باخد ريسك ان انا ممكن ابدا، انت خلاص خلصت مثلا القواعد واول كام دور، فانا هخش اشتغل. تمام. هل في احتمال انت تغلط في الديزاين؟ طبعا ممكن. فده جزء من الريسك، فده جزء بيتحمل على الريسك بتاعت المشروع نفسه. فانا مش هخش الريسك دي لو انا مستعجل، او يعني في النهايه نظريا الربح اللي هحققه من السرعه اكتر من ان انا استنى اخلص مغري مغري اكتر. هي طبعا فيها ريسك، طبعا كلامك صح، بس هي في النهايه هو جزء من اغراء المشروع اللي هي الحته دي. حاجه مثلا زي مثلا قطر مثلا عشان كاس العالم والكلام ده، فهو بياخد ريسك وبيجري في حاجات، وممكن باشمهندس عمر يتكلم احسن مني بكتير في الحاجات دي. في النهايه هل في حاجات خد فيها ريسك، مشاريع خد فيها ريسك؟ اكيد طبعا، عشان ساعتها كان عاوز ياخد الاعتماد ومش عارف ايه في الاول، واللي هو ياخد كاس العالم الاول، فاكيد جري في حاجات بشكل مخيف، بس هو عنده ريسك. هل بعد كده هل ما فيش اخطاء؟ ممكن تكون اخطاء حصلت، تلاقي نفسك بعد كده مثلا انت غلطت في الاحمال، فغلطت في سمك العمود مش عارف ايه، فتقعد بقى تدعمه باي بيمز وكاميرات ستيل وحاجات. تمام. ده جزء من الريسك بتاعك. جميل جدا، شكرا جدا. تحت امرك. باشمهندس مصطفى. اهلا، انا كده خلاص انا. طيب باشمهندس حسن. استاذ حسن. طب دكتور ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ اخبار سعادتك؟ ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك من فضله. هو طبعا انا كنت حابب يعني انوه للمهندسه اللي كلمت الاول. انا شغلي كله في السعوديه، يعني طبعا كل بلد ولها طريقه في التصوير ولها بوليسي ولها يعني معايير كتير. انا ما جاء صار مشروع في مصر غير ما صار مشروع في امريكا، غير ما صار مشروع يعتبر مالتي انترناشونال، وممكن يبقى ياخد بالك، فبيدخل بقى في معايير كتير لازم افرق بينها. وانا بس حابب حضرتك وانت في محاضراتك الجايه تنوه عن تسعير مشاريع الفيدنج. ده واحد، يعني انا ليا طلب فيه، انا عندي فكره بيه الحمد لله رب العالمين، اشتغلت اوريدي يعني فيدنج وغير فيدنج، فبس عشان الناس الحضور تستفيدوا كده. تسعير مشاريع الفيدنج واهميتها ومشاكلها والريسك اللي فيها والديستريبيوشن اللي بيحصل منها، ده واحد. بالنسبه للاصول، لما انا كرجل الاستشاري بيجي لي مشروع باخده واتيفر كوست بلس ولا ديزاين اند بيلد ولا اجي اسعاره، المفروض ان في معايير للمهندسين، مش بجيب انا مهندس مع احترام لكل واحد وسنه عشان اسعار المشروع من اول من التربه لكل الاكتيفيتي اللي موجوده في المشروع لحد معمل اوبريشن وعمل له فاسيلتي مانجمنت كامله، وابتدي اشوف الفانكشناليتي بتاعت المشروع ده. اوريدي بيتحط في الكوست استيميشن بتاعي في الاول، وبحط انا معايا الورنتي، ونزل نزل طبعا قوانين جديده الان، عمليه ان انت تضيف على الكوست دوت تامين المبنى. ده حد بيجالها كتير وبدات تتعمد او بدات تبقى موجوده في بعض المشاريع معانا خصوصا في السعوديه، الله اعلم موجوده في مصر طبعا، مع المشاريع الحيويه انك بتحط ريسك تأمين للمبنى للمخاطر لأي انفجارات لأي وطفر كوارث طبيعية، لازم يبقى فيه تأمين على المبنى وبيبقى معمول حسابه في الكوست. حاجة عندك فكرة طبعا بالموضوع دي. فأنا برضو حابك يعني تعمل جايد عليها هايلايت. أنا مش عندي أسئلة ولا حاجة، أنا بس يعني حابب يعني أعمل تيبس كده أن أنت تديها للناس والحضور. الله أعلم طبعا نتيجة أن الحضور بيبقى 100 ساعات بشترك، وساعات لما يبقى الغرفه مليانه صعب علي، يعني ما شاء الله المهندس عمر يعني اول ما يبعت اللينك بدخل على طول اول واحد، يعني اول 10 ناس. تمام. هو بالنسبه اتفضل الناس. لا اتفضل. فبالنسبه للمشاريع، في طبعا فرق بين المشاريع اللي هي تعتبر برايفت والمشاريع الحكوميه. طبعا لا طبعا ريسك في موضوع التسعير والكلام ده كله، والاستشاري زي ما قلنا البروفيشنال واللي عنده خلفيه
بكل اسعار السوق ويحط ريسك برضه في السوق ويحط كمان بارامترز كتير معايا والمالك بيكون اوير بيها، مش بحط انا مشروع عشان في الاخر يجي يتعمل له ريديزاين وانا في وسط المشروع او يتعمل له هولد بسبب المشروع فيتال ميستيك في ديزاين معين. طبعا دي بتحصل، كل دي نماذج حصلت واخد بالك، ومشاريع كتير في كل دول العالم مش هنا ولا هنا ولا بس. طبعا الساده المهندسين لازم يعني انا انت راجل مهندس واتفر تخصصك ايه، لازم تطلع على كل الاسعار، لازم تطور من نفسك ولازم تطلع سواء كنت راجل استشاري سواء راجل مقاول سواء راجل سيلز، لابد ان انت تطور نفسك في مجالك، ما تسيبش نفسك للناس تلعب بيك وتمشيك شمال شمال يمين يمين. انت راجل مهندس معناها الكلمه دي لها معاني كتير ولا مش عاوز اشرحها، كل واحد يفهم بطريقته واخد بال حضرتك. ف يعني طبعا عشان الناس تستفيد والناس تبقى السلام عليكم. وعليكم السلام. ف يعني يا ريت والله ان الناس تكون حريصه ان كل مهندس يطور نفسه في مجاله وما يخليش ثغره تعدي من عليه ان يتعلم عليه في شغله بالمصري كده، ما حدش يعلم عليك في شغلك بالمصري، اتعلم ولو مش عارف اسال اسال سبع اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اسال مهندس اسال مدير اسال رجل متخصص زي حضرتك في التسعير بكورسات معروفه يعني شهادات يعني معتمده ان انت ازاي تسعر في مجالك المدني في المعماري في الانتيريور في الام بي في الانفراستراكشر في كل الاوبريشنال، لان في الاول اخر انا عاوز اسلم مشروع برودكت زي ما البين بيقول لك انا عاوز اطلع مشروع اسلمه شغال، اسلمه ناقص يبقى انت ما ادتنيش الفايده من ورا المشروع. تمام. بالنسبه اول حاجه للطلب بتاع حضرتك بتاع الفيدك فانا يعني لازم اعتذر عنه لان انا مش متخصص فيك، فانا انا بتكلمش في حاجه الا وانا يعني قوي فيها، يعني من قال لا اعلم فقد افتى، فانا في دي يعني مش لا اعلم بس اعتبرني لا اعلم. بالنسبه للجزء الثاني بتاع التامين والكلام ده هناقشه بالتفصيل ان شاء الله في الجزء بتاع ريكاب شيت والريكاب شيت والحته دي في الاناليسز هتكلم عنها ان شاء الله. تلاش الله يبارك فيك ووسع عليك ويزيدك من فضله ونعمه، ويعني ما شاء الله عليك يعني محاضره ممتازه جدا البرزنتيشن متميز بصراحه يعني ما شاء الله عليك. تحت الله يبارك فيك. شكرا باشمهندس عمر. شكرا دكتور. شكرا دكتور. طب باشمهندس احمد كان عندي سؤال. باشمهندس احمد. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه والاكرام. مشكورين الاخوه في بيم اريبيا والدكتور المحاضر، مشكورين على المحاضره القيمه. انا بسال بالنسبه للمشاريع الاسكيله كبير، يعني مثلا المشاريع بتاعت الماستر بلانينج، تمام، اللاند يوز والترانسبورتيشن بلانينج، دي مشاريع بتكون every 20 years مثلا، تمام، فما بكون في البلد المعين عندك ريفرنس للاسعار على اساس انه انت ككونسلتنت تقدر تدي الكلاينت يعني برايس تكون خلينا نقول شنو اكشوال، لانه في متغيرات اقتصاديه، في متغيرات بتاثر على الفاكتورز الداخله في الاسعار، تمام. فداير اعرف في الحاله دي، وانا الان ماسك مشروع من النوع ده، يعني داير اعرف في الحاله دي حنتعامل كيف. الشيء الثاني عندي تعقيب، ممكن الكورس نحن لو يسمح يعني الاخوه في بيم اريبيا تشير معانا يا دكتور يعني زي كيس ستدي نشتغله، لما نجي المحاضره الجايه نقوم اي واحد يرسل لك مثلا ونقدر يعني يكون في طاقات نحلها وكده، وعشان يكون في فائده اكبر يعني. مشكورين. تحت. طيب بالنسبه للجزء الاول، طبعا فكره ان هو مشروع يعني ما فيش داتا عنده عندك عنه، يعني دي فكره يعني صعبه شويه بس ممكن طبعا تحصل. ساعتها يعني لو فعلا انت مش عارف كمقاول ان انت تدي استيميت، فساعتها اصلا يعني نظريا الاوبشن اللي هو بتاع التعاقد انت تتعاقد فيكسد برايس او لامب سام ده ما ينفعش. فهو من الاول انت بتتكلم مع الاونر بتاع المشروع، ما ينفعش اديك استيميت ان هو في النهايه انا ما عنديش داتا كفايه. فساعتها غالبا بيبقى التعاقد نفسه بيبقى مثلا على كوست بلس في سواء فيكسد فيه او برسنتج، او ساعات بيتعمل حاجات تانية بتبقى من البنوك وكلام من ده، بيبقى فيه زي تامينات اللي هو في النهايه البنك بيامن عليك كلام من ده، اللي هو في انا عندي uncertainty عاليه عاليه في السعر انا مش متاكد. فساعتها بتامن نفسك انت بشكل تاني سواء بوندز او انشورنسز او كلام من ده. بس المنطقي يعني المفروض يعني طالما انا كمقاول وانت كمالك احنا الاثنين عارفين ان مش من المنطقي ان احنا نحط سعر،
فطبيعي ان يعني ما من الاول نتفق ان احنا نبقى كوست بلس، او انت اوبشن ثالث برضو ممكن انت كمالك اسف كمقاول بتلعب في البنود نفسها، يعني بتشوف البند نفسه ايه البند اللي فيه هاي ريسك مثلا وتغير فيه، سواء في تسعيره مثلا تخير تخلي تسعيره مثلا يغطي ريسك معين، فبدل انت بقاش عندك الجزء بتاع السعر ما بقاش اكزاكت قوي، بقى مور استوكاستيك عالي قوي، او يعني احصائي عالي، يعني في النهايه انت مش متاكد من الرقم. فانا مثلا بقول مثلا البند ده مثلا باكس، بس هو ممكن يزيد 10% عن اكس، فانا ممكن لما بحاسب المالك اقول له انا هعمله لك 1.1x، فساعتها انا واخد في اعتباري الريسك وبتحمل بند على بند، يعني اتكلم عليها مثلا في البيد ان بالانسنج. فارجو ده يكون اجاب على السؤال. كان في السؤال الثاني بتاعك انا مش فاكر كان ايه، ممكن تفكرني بالسؤال الثاني او الطلب الثاني؟ افتكرت خلاص، اللي هو بتاع التاسكس. هحاول اظبط يعني، حاول اتفق على باشمهندس عمر، بس يعني عشان اكون امين معاك برضو ما اقدرش قاعد بحاجه زي كده، ان لو عملت حاجه زي كده لازم اكون ملتزم معاك ان انا اصحح واراجع والكلام ده، فمش متاكد كنت اقدر اعمل كده، بس هحاول ان شاء الله اتفق مع المهندس عمر ونشوف ايه اللي ممكن يتعمل. ايه تمام يا دكتور باشمهندس جعفر؟ باشمهندس جعفر، باشمهندس البراء، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يعطيكم العافيه اساتذتنا الكرام، شكرا على المحاضره القيمه. تحت امر استاذنا. عندي داوت ما بين الفرق ما بين البروجكت ديليفري والكونتراكت تايب. تمام، يعني ايش العلاقه ما بين الكونتراكت تايب والبروجكت ديليفري؟ الكونتراكت تايب او الديليفري انا بتعاقد، شكل التعاقد بتاعي ايه؟ يعني انا هل انا اتفقت معاك ان انت اللي هتعمل الديزاين وانت اللي هتنفذ، زي مثلا في الديزاين بيلد، هل انت اللي هتعمل انت اللي هتنفذ وانت اللي هتصمم، ده شكل التعاقد. او مثلا ان انا قلت لك لا انا هجيب انتيتي، هجيب مصمم يصمم، وبعد كده انت هتاخد التصميم ده وتعمل بيزد على التصميم ده العطاء بتاعك او البيد، وبعد كده تبني، فانت مجرد كونتراكتور مش ديزاينر. فده شكل اللي هو التعاقد، ده مالوش يعني، ده منفصل عن طريقه الدفع نفسها. طبعا مش منفصل 100%، ان هو على حسب شكل العقد بيأثر ان انه طريقه دفع احسن. يعني ما ينفعش اقول لك مثلا كونستراكشن مانجمنت واجي اقول لك هيبقى لام سام، يعني انت اصلا لسه ما عملناش حاجه وبدانا في المشروع، واقول لك اديني تسعير كامل، بس كنت انت مش مديني اصلا الديزاين كامل، ازاي اديك تسعير كامل؟ بينما مثلا في الديزاين بيت بيلد منطقي ساعتها ان اقول لك اديني السعر كله، ان انا اديتك الديزاين كله. بس تاني للتوضيح، البروجكت ديليفري سيستم اللي هو شكل التعاقد ماشي ازاي، احنا ازاي بنبدا الخطوات بتاعتنا، العقد بتاعنا شكله ايه، انت مسؤول عن ايه، هل انت مسؤول عن التصميم والتنفيذ ولا مجرد التنفيذ بس او التصميم بس. بينما الكونتراكت تايب او البرايسنج ميكانيزم، ان احنا ازاي بقى بنتحاسب، السعر نفسه بنسعر ازاي، مش التعاقد نفسه لا، التسعير نفسه ازاي. تاني في علاقه بين الاثنين، بس دي حاجه ودي حاجه. هل وضحت كده ولا محتاج ان انا الابريت اكتر؟ تمام يا دكتور واحد. لا هو يقول تمام او مش تمام، هو اللي يقول تمام. انا مش عارف هو راح مشي. طيب خلاص مش مشكله. تمام طيب باشمهندس حسن، السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاك مهندس حسن زكريا. اهلا وسهلا. اهلا ازيك يا باشمهندس حسن، ازي حضرتك؟ اهلا بيكم. هو الحقيقه طبعا المحاضره ممتعه، وانا شايف انها سعادتك اعتبرها دي مقدمه للموضوع الكبير اللي بأطمع من البشمهندس عمر ان يبدأ ينزل لنا الليست بتاعت المحاضرات اللي جاية في هذا الموضوع، لانها كلها على بعض بتمثل موضوع متكامل، الكوست استيميت والكوست اناليسز والكوست كنترول، ده موضوع خطير جدا، ومحتاجين يعني يبقى عارفين مواعيد المحاضرات، لان واضح زي ما سعادتك تفضلت يا دكتور الموضوع كبير وطويل وهياخد وقت كبير، يا ريت ينزل جدول بالمواعيد دي عشان نقدر نستفيد وننظم نفسنا على ان احنا نحضر كل، لان انا شايف نسبه الحضور عاليه، والواحد لما بيجي يخش ممكن لاي سبب لو اتاخر ما يلاقيش لنفسه مكان. دي نمره واحد. نمرة اثنين، هو طبعا أنا استمعت لكل الزملاء اللي علقوا، وطبعا كلهم
أسئلتهم تنم على الخبرة. لكن يعني إحنا تعلمنا حاجة بسيطة جدا إنه الكوست is cost. يعني إذا اتنين محترفين بيحسبوا كوست التعبان مفروض إنهم ما يختلفوش عليه. الاختلافات بتبقى في حتة بسيطة جدا ترجع للشركة، ولكن في عوامل أخرى كتير جدا نتكلم فيها. يمكن الباشمهندس إبراهيم يتكلم على المنطقة وطبيعة أنا بسعر فين، بسعر مشروع دولي ولا بسعر زي ما تفضلت الباشمهندسة أسماء إن مشروع في مصر له أسباب سياسية. الكلام ده كله أنا مش عايز أطول على الناس، لكن مفروض إن الكوست الفروقات في الأسعار بين الشركات هي الفرق ما بين المارك أب بتاع الشركات وقدرة كل شركة على إنها تتحكم في طرق تنفيذها وخبراتها والنوهاو بتاعها، هو ده اللي بيفرق في النهاية. لكن مفروض إن لو إحنا بنسعر متر خرسانة مثلا ومتوصف توصيف واضح إن إحنا كلنا نطلع الرقم قريب جدا بنسبة خطأ لا تتعدى من 2-5%. أرجو إن أنا ما كنتش طولت، وأنا متشكر جدا. أهلا وسهلا بحضرتك. للدكتور مروان على المحاضرة القيمة، وأشكر بيبقى رفيع على إتاحة الفرصة لنا، وبكرر طلبي بأن أنتوا تنزلوا للمحاضرات دي بالذات جدول واضح بمواعيد بعد إذنكم. إن شاء الله. مبدئيا حضرتك قلت تعليقين. التعليق الأول اللي هو الجدول والدنيا ماشية إزاي، فده يعني زي ما أنا قلت في وسط المحاضرة، ده مبدئيا الفلو اللي احنا نمشي عليه. المحاضرات يعني ممكن احاول اظبط مع الباشمهندس عمر اللي هو امتى بالظبط هنقول ايه بالظبط دي المواعيد بالظبط، فدي ممكن نعملها. حضرتك قلت كنترول، انا مش هتكلم على الكنترول، كنترول كوست كنترول ده ممكن يبقى كورس كامل لوحده، انما انا يعني بتكلم على الاستيميتنج اناليسيس. هنخش في موضوع الكوست كنترول حتى الان، لا ان احنا حاليا بنتكلم من 10 ل 20 محاضره، فما ينفعش مثلا لو ما ينفعش يعني الاول. يا ريت برضه بالتنسيق مع الباشمهندس عمر لو تقدروا تفردوا له كورس او محاضرات لوحده، لان طبعا ده موضوع مهم يعني جدا. عشان برضو حضرتك تبقى يعني عارف فيك. احنا كنا في اول كنا بنتكلم على البلاننج، وهندخل معانا كمان البيم ابلكيشن، وكنا بنتكلم على 50 محاضره، فانا حسبتها لقيتها 50 محاضره، فقلت لا مش احنا كده بنهرج صعب. لا بس قلت له لا احنا بنعملها فكره هنخلص الفكره دي، ممكن بعد كده لو حضرتك يعني الناس ايه متحمسين للفكره اللي بعديها الكنترول مثلا، خلاص نخش كنترول. ياريت للباشمهندس عمر يحطوها في الاعتبار، الكوست كنترول من المواضيع اللي بتوقع مشاريع كتيرة جدا. عليك بالباشمهندس عمر اضغط عليه وانا معك. ده بالنسبة لأول تعليق. تاني تعليق حضرتك طبعا انا موافقك عليه، انه نظريا المفروض الكوست اسم تبقى ذا سيم، بس تاني هي بتعتمد على البيزنس بوليتكس. ووضح النقطه دي، انا بقول بيزنس بوليتكس مش بوليتكس اللي هي بتاعه الاحزاب وكلا، بيزنس بوليتكس دي حاجه مختلفه، دي في اي بيزنس في اي حاجه، سواء انت شغال مع قطاع عام او قطاع خاص ايا كان، انك بتفهم البوليتكس او الداينامكس بتاعه الماركت ماشي ازاي، وان انا ممكن اكسب النهارده اخسر النهارده عشان اكسب بكره واعوض بعده، او ان انا افضل في السوق او احافظ على الماركت شير. فده جزء بيزنس مش يعني مش مجرد بس مفهوم. بس طبعا موافق حضرتك 100%. سياسة الشركة اللي بتحط اللمسات الأخيرة على البيت بالظبط. فانا انا قصدي يعني كلام حضرتك يعني انا موافق، طب موافق حضرتك عليه طبعا، ان هو في النهاية نظريا لو احنا بنعمل استيميت مع بعض بس كانت الأخص اللي قالت في الاول التقدير الاستشاري والكلام ده، هو طبعا زي ما سعادتك تفضلت داخل فيها عوامل سياسية مش فنية. انا بقول لك انا موافق طبعا، هو سياسة البيزنس نفسها بتختلف. انا زي بقولك انا ممكن بحرق نفسي مشروع او اتنين عشان خاطر ما اطلعش من السوق، او عشان خاطر ما اكسبش، انا مش هكسب بس المهم العمال بتوعي والمهندسين بتوعي يفضلوا شغالين، والمكن بتاعي ما يوقفش، المكن بتاعي لو وقف في المخازن او في الجراجات ما انا بخسر. يعني هو بيحسب عليا ديتيريوريشن بالظبط. دي سعادتك تفضلت سياسات الشركه والاستراتيجيات بتاعتها ونظرتها لكل مشروع بتفرق من مشروع لمشروع بالظبط. انما فعلا لو تقييم يعني بيور تقييم لا طبعا المفروض نطلع قريبين جدا من بعض طبعا. تمام، شكر جدا يا دكتور، جزاك الله طبعا كل خير. شكرا لباشمهندس عمر والبيم أرابيا عموما على المجهود الكبير اللي بيخلونا نستمتع بان احنا نستمع للخبرات العاليه دي. الله يكرمك. شكرا.
أستاذ أحمد. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. معلش بس نقطة تانية يا دكتور، بالنسبة بالنسبة للتضخم مثلا، أو في بعض البلدان يعني فترة الكونستراكشن كوست بتكون مثلا سنتين ثلاثة، سوري الكونستراكشن بيريود، لكن الكوست بتتغير لأنه في تضخم في الأسعار، في زيادة في أسعار الماتيريال، حتى العمالة أسعارها بتتغير. فياريت تتكلم لنا عن البوينت دي برضو، هنتكلم عليها بالتفصيل سواء في الرف استيميتنج، انت ازاي بتجيب الديتا من المشاريع القديمه، وازاي بتبدا ان انت بتاخد في اعتبارك التضخم وفرق المكان وفرق اسعار العماله، هتكلم فيها. وبعد كده برضو هتكلم فيها في الجزء اللي هو في الديتيلد استيميت والريكاب شيت، ازاي كمان بتاخد التكلفه اللي هي الفرصه الضائعه واللي تدفعه من جيبك ده بتخسر فيه كام وكلام من ده. فهغطي الموضوع ده ان شاء الله. تمام، مشكور. الله يكرمك. شو نسق اخر؟ ايوه باشمهندس، تقريبا كده دكتور كل الاسئله خلصانه الحمد لله، وجزاكم الله كل خير، وان شاء الله منتظرين المحاضره الجايه باذن الله. الله يكرمك يا دكتور. الله يكرمك استاذ، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا هسيب الحاجه مفتوحه بحيث لو حد عايز ياخد الرابط بتاع الفورم، حط الرابط بتاع لينكد ان انت حضرتك. ما فيش مشكله، او يعني حضرتك عايز اللينكد ان او ممكن لينكد ان براحته، مش فارق معايا يعني، ولا لو عاوز اتواصل يعني انا متاح الاثنين، ما فيش مشكله. ماشي يا دكتور، ابعت حضرتك. تمام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. Thank you.